لو قلنا مثلا I visited my friends yesterday، هنلاحظ في الجملة إن I ضمير الفاعل، visited فعل ماضي زارة، لأن في هنا إيه دي؟ my friends yesterday. طيب مثال تاني، I saw a show last night. دلوقتي I saw، احنا في الأول قلنا visited الفعل الماضي في إيه دي؟ طب هنا saw ما فيهاش إيه دي؟ لأن ده فعل غير منتظم. هطلع من المثالين دول بالقاعدة بتاعتي إن الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل. ممكن نلاقي فعل منتظم زي visited بنضيف له دي أو إيه دي أو أي إيه دي. ممكن يبقى فعل غير منتظم زي مثلا saw، لأن الفعل المضارع بتاعها see saw seen. يبقى هنا التصريف التاني للفعل ممكن يكون منتظم أو غير منتظم. منتظم بإضافة دي أو إي دي أو أي إي دي. ممكن يكون غير منتظم فده بنحفظه زي ما هو. طيب لو جينا للجملة الأولانية I visited my friends yesterday، عايز أحولها من جملة مثبتة إلى جملة منفية. هنحلها إزاي؟ هنقول مثلا I، طبعا visited هنا زار عايز أنفيها، هقول didn't visit my friends yesterday، يبقى أنا ما زرتش أصدقائي بالأمس. طيب لو جاي المثال التاني I saw a show last night، عايز أنفيها I didn't see a show last night. طب استخلص القاعدة من هنا بإزاي؟ هنلاقي في الأول I فاعل مظبوط، didn't plus infinitive، يبقى هنا القاعدة بتاعتي فاعل didn't زائد اللي هي المصدر، قولها تاني فاعل didn't زائد المصدر. طب لو عايز اجيب بقى الصيغه الاستفهاميه، السؤال بنوعين بتوعه، سواء yes or no question او wh question. لو قلنا yes or no question هبدا طبعا بدو ولا بدز ولا بديد. برافو، انا سمعت حد يقول ديد، مظبوط ديد طبعا. ديد يو، انا كمان المثال الاولاني، ديد يو فيزيت يور فريندز يسترداي، هل انت زرت اصدقائك بالامس؟ طبعا لو هجاوب اقول yes I did او no I didn't. طيب لو جاي المثال التاني بتاعنا I saw a show last night، خدناه في الاول، لو عايز اكون عليه سؤال بس yes or no، طبعا اقول ايه؟ اقول did you saw ولا see؟ برافو see، لان هنا did فاعل مصدر، did you see a show last night. يبقى اطلع القاعده بتاعت تكون السؤال عندي بتاع yes or no في الماضي البسيط، did فاعل مصدر. طيب هننتقل للنوع الثاني من الأسئلة اللي هو WH question. إزاي كون سؤال WH question في زمن الماضي البسيط؟ لو خدنا المثال الأولاني بتاعنا برضو أو المثال الثاني اللي هو I saw a show last night مثلا، عايز أكون عليه، أنا أسأل what مثلا، what عايز فعل مساعد، لأن الخطوة الثانية في تكوين السؤال هي فعل مساعد، هقول what، يا ترى أجيب do ولا does ولا did؟ هجيب did لفعل لأن بتكلم في الماضي. طيب الفعل عندي كان I، لما جه في السؤال هتحول إلى you، مظبوط، يبقى what did you saw، ده كان فعل ماضي، عايز أحوله إلى برافو فعل مصدر، مظبوط، عشان القاعدة كان بنقول من شوية إن هي did فعل مصدر، يبقى what did you see، مظبوط، طبعا بس على كلمة show فمش هذكرها في السؤال، what did you see last night. يبقى القاعدة بتاعتي اطلع بالكلام ده بالقاعدة اللي بتقول ايه؟ what did فاعل مصدر. برافو. طيب الجملة عندي هنا في المبني المعلوم طبعا، طب عايز اخليها مبني مجهول اللي هو الباسيف، يعني I saw a show last night، طبعا I هنا الفاعل، saw ده الفعل الاساسي، طبعا a show ده المفعول او زي ما بنقول عليه نائب الفاعل اللي هو الاوبجكت، وبعد كده last night طبعا اللي هي الكومبلمنت اللي هي التكملة. طيب لو عايز احول الجمله دي من مبني المعلوم لمبني المجهول هبدا بايه؟ طبعا اكيد ببدا بايه؟ بالفعل ولا المفعول او نائب المفعول؟ طبعا ببدا بنائب الفاعل. برافو، نائب الفاعل. نائب الفاعل عندي اللي هو ايه؟ اشو، مظبوط، لان هو الواقع عليه الفعل، في بعض الاحيان بيقول عليه مفعول، يعني انا اشو. طيب الفيرب سو يعني راى، هل هجيبها زي ما هي بنفس شكلها في المبني المجهول في الماضي البسيط؟ قال لا، لان في تكوين ماضي بسيط بيتكون من ووز او وير والباست بارتيسيبل التصريف الثالث، فاكتب طبعا قبل سو بكتب قبلها ووز او وير على حسب الفاعل الاول للكلام اللي هو اشو. طبعا اشو هنا مفرد سنجلر، فهجيب ووز اللي هو المفرد، يبقى اشو ووز، اضطر اجيب التصريف الثالث من سو،
هو الفعل اصلا كان سي، يبقى تصريفاته فاكرينها سي سو سين، يبقى شو ووز سين باي مي لاست نايت. طبعا ممكن اذكر باي مي ممكن ما اجيبهاش. طب استخلص من كده القاعده ايه بقى؟ هبدا بايه؟ طبعا بالمفعول زائد ووز او وير زائد الباست بارتيسيبل، ممكن اجيب باي زائد الفاعل. اوكي طيب بصراحه كده نعلق على تعليق بسيط وكلنا بنغلط فيه. في بيحصل عندنا في بعض الاحيان لبس ولخبطه بين ووز وير او ديد. خلاصه الكلام كله ووز او وير بنجيبها امتى وديد بنجيبها امتى؟ طبعا السؤال من شويه ان ديد بتيجي لما يكون معاها مصدر، لانها هنا كفعل مساعد محتاجه معاها مصدر، يبقى ديد بتيجي كفعل مساعد في الماضي اذا كان في الجمله فعليه مصدر. طب امتى اجيب ووز او وير؟ قال لي لو ما كانش فيه في جمله مصدر. بمعنى ايه؟ يعني ممكن يجي وراها تصريف ثالث لان اجيبها في المجهول الباسيف بتاع الماضي البسيط زي ما قلنا من شويه اشو ووز سين. طيب ممكن يكون معاها برضو فيرب بلس اي ان جي لو كان في زمن الماضي المستمر زي مثلا لو باست كونتينوس زي مثلا اي ووز ريدنج. اوكي طيب ملحوظه كمان بالنسبه لاستخدام الزمن الماضي البسيط، لو لاحظنا الامثله اللي خدناها من شويه قلنا ان الحدث تم وانتهى، فبالتالي اي شيء تم وانتهى يعتبر في الزمن الماضي، سواء كان سرد قصه سرد مواقف ماضيه او عاده ماضيه انتهت خلاص، ده كله بيعبر عن اللي الماضي. كمان في ملحوظه تانية هي احنا ممكن نستخدم في الماضي البسيط كلمات زي always usually sometimes never، فاكرين كنا دايما بنستخدمهم في البريزنت سيمبل؟ لا ممكن برضه اجيبهم في الماضي البسيط كمان، لان دي اصلا مش خاصه بزمن المضارع البسيط فقط. يعني مثلا فور اكزامبل ممكن اقول I always got up early when I was a student، يعني انا كنت متعود ان اصحى بدري لما كنت طالب زمان. بعد ما عرفنا كل شيء عن الماضي البسيط تكوينه السؤال الاخطاء الشائعه، ما ننساش نشوف الجزء الثاني الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكمان تفعل الجرس وتقول رايك في التعليق لان رايك يهمنا. سلام عليكم.